بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الصلاة القولية. أول سنة وهي دعاء الاستفتاح، وهو قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه الأربعة. هناك دعاء آخر أيضا وهو: الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. اختار أحد الأدعية التي وردت في الاستفتاح ويقول: هذه أول سنة. ندخل إلى السنة الثانية، التعوذ قبل القراءة، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة الثالثة البسملة، أي أن يقول المسلم في صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة، قول بعد الفاتحة كلمة آمين. السنة الخامسة قراءة سورة بعد الفاتحة في الأولين من الفجر والجمعة والمغرب والرباعيات وتطوع كله للمنفرد. أما المأموم فيقرأ بعد صلاة السرية، أما الجهرية فلا. السنة السادسة قوله: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء، بعد أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذو الجد منك الجد. هذا الحديث رواه مسلم. بعد الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد، أيضا السنة السابعة ما زاد على المرات في التسبيح الركوع والسجود، يعني الزيادة. ثمانية ما زاد على مرة في قوله رب اغفر لي بين السجدتين، يعني الزيادة. تسعة الدعاء بعد التشهد الأخير، وهو أن يقول المسلم: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح في السجود، بل يزيد عليه ما يشاء من الدعاء، مثل ما تكلمنا عن السنتين قبل لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء. وهذا الحديث رواه مسلم. هناك أدعية أخرى من أرادها فليرجع إلى كتاب حصن المسلم للقحطاني. وكل سنة الأقوال تفعل في كل ركعة إلا دعاء الاستفتاح ودعاء الذي بعد التشهد، فيكون المجموع في تطبيق هذه السنن القولية في الصلاة الفريضة، وهي 17 ركعة، أي 136 سنة. إذا قلنا أن هناك 8 سنن تتكرر، والمجموع في الصلاة النافلة وهي 25 ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة، يطلع لنا 175 سنة تطبقها في ركعات النافلة. وقد تزيدها هذه الركعات في قيام الليل وصلاة الضحى، فتزداد تطبيقا لهذه السنة. أما السنة القولية التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة فقط، وهو دعاء الاستفتاح ودعاء بعد التشهد، فإن يكون المجموع في الفريضة 10 سنن. يعني لو ضربنا 1 ضرب يعادل 10 سنن. أما في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة ويكرر فيها هاتين السنتين، بيكون المجموع 24 سنة، قد يزيد على الصلاة النافلة أيضا من قيام ليل وصلاة الضحى وتحية المسجد، فيزداد تطبيق لهذه السنة التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة، فيزداد أجر المسلم ويتمسك بالسنة. والله أعلم.